ورد صباح النور. سلامين شنيه حوالك؟ صباح الورد على السلامة. شنيه حوالك؟ يا شنيه حوالك؟ والله راني في أحسن حالاتي. في أحسن حالاتي. إيه والله. الحمد لله، إن شاء الله ديما لاباس. إن شاء الله ديما لاباس. باهي. اليوم معناها أدب الأقليات. نعم. هذا العنوان، أدب الأقليات. الأقليات التي سلب منها لسانها. الله. طبعا لانه انا عايشت هذا الشيء، ولكن دعنا في هذه الفقره القصيره، ولكن اعرف ان وقعها سيكون كبيرا على مجتمعات الشمال الافريقي. صحيح. على الامازيغ تحديدا الذين سلب لسانهم، يعني كل استعمار يجي يسلبهم هذا اللسان ويعوضهم بلسان اخر. اليوم سنتحدث عن محمد شكري. تسلب اللسان، تسلبت اللغه، تسلبت الثقافه الهويه، الجذور ايضا. صحيح. تقريبا. صحيح. يعني الامازيغ تقعد حاجه كبيره برشا. اليوم باش نحكيو على محمد شكري. نعم. هل الاديب هذا من هو باش ننطلقوا الى ادب الاقليات كما ذكرنا، ومن هو باش نحكيو اكثر وبالتحديد عن الامازيغ. صحيح. خلينا نبدو على محمد شكري. هذا سي محمد شكري رحمه الله توفي في مثل هذه الايام نهار 15 نوفمبر اللي هو عيد صديقنا توني توك. شوف الصدف العجيبه، باش ما نقدروش ننساو هذا الذكرى. البعض يتافف لماذا نحتفل او نتذكر الشخص في ذكرى وفاته، لماذا لا نحتفل بعيد مولده؟ سنحتفل بعيد مولده اذا في المرة القادمة إن شاء الله. هو ولد عام 1935 في أيت شيكر في إقليم الناظور شمال المغرب، وعاش طفولة صعبة وقاسية في تلك الجبال المنسية. ليست فقط الطبيعة قاسية، ولكن الظروف التي وجد فيها، تبعيات ما حدث في الحرب العالمية، المناطق اللي تضررت في الحرب العالمية. صحيح. في الاستعمار، بالإضافة إلى أنه أيضا مناطق اللي تعتبر التنمية فيها شبه معدومة. صفر. مش موجودة منعدمة. تنمية وبنية تحتية أكيد. صحيح. نعرف المناطق. صحيح. اللي فيها يتبعد عن العاصمة في شمال أفريقيا. كيف؟ صحيح. أنا أفهمه وأفهم ما حدث له حين انحدر إلى طنجة واكتشف عالما آخر مختلف لا يعيش فيه أو لا يبقى فيه الشخص واقفا إلا إذا كان محترفا في الغش واللصوصية، أو أنه يكون مدعوم، أو أنه يكون متعلم. في النهاية وجد أن كل العناصر التي يمكن أن تدعمه غير موجودة، فتوجه إلى التعليم. كان عمره 20 سنة حين جلس مع أطفال في السادسة من عمرهم لكي يتعلم الحرف العربي. والجميل جدا أنه لم يكتفي بتعلم الحرف العربي، بل تعلم الإسبانية وتعلم الفرنسية أيضا، وإن كان ليس بنفس الإتقان، ولكن كان يتحدثها فتحت له روايته الأولى الخبز الحافي أبوابا نحو العالمية. لأن حين كتبها وقد كتب مأساته الشخصية، يعني هي سيرة ذاتية لم يزور فيها، قال هذه حياتي وهكذا عشتها، وهذا هو المجتمع الذي انبثقت منه. ولا أعلم لماذا تصر المؤسسات العربية دائما على قمع، على إخفاء الحقيقة وتغطيتها دون معالجتها. يعني هذا جرح حين نغطيه فإنه يأسن ويعمق ويصبح غرغرينا ونصبح مثل ما أصبحنا اليوم. كان من المفروض أن تؤخذ هذه الرواية بجدية أكثر، ولكن للأسف نشرت في لغات بلغات أخرى، وبعد أكثر من 10 سنوات طلعت باللغة العربية. ثم أصبح تسويقها هو الأساس، يعني كتسويق لكاتب فضائحي، حتى أنه شوف صورته هو طفل، ما أجمل هذه البراءة. وشوف أنه نفس الملامح أيضا، نفس الملامح بقيت، كأنه شكري يعني مثل حبة الألماز اللي تبقى وتدوم والله. وللأسف بعد وفاته ظل الميراث، ميراث مخطوطاته وكتبه وأشيائه، كان محل خصام بين الورثة. ووزارة الثقافة أيضا لم تحسن استغلال هذا الكاتب حتى بعد مماته.
لم يستغل ولم يستثمر في لا في حياته ولا في مماته. أكيد حتى الجوائز أنت تعرف معنى. أي حتى الجوائز للأسف. يعني نعرف الجائزة كيفاش تتعطى بالأساس معناها بدون دخول. تتساءل أحيانا لماذا محمد شكري لم ينال أي جائزة عربية؟ يعني علامة استفهام كبيرة طبعا لأنه ذو أصول أمازيغية وهذا الأمازيغي دائما حر لا يحب لا سلاسل ولا يحب أن يحمل فرشاة ينفض بها غبار الآخرين يعني هذه مشكلة الأمازيغي دائما وإن كان قادرا على البقاء واقفا في كل الظروف السيئة صحيح به خلينا نحكي وإحنا بأكثر التفاصيل عن الكتب وخلينا نذكره أيضا بأكثر التفاصيل عنهم لأنه كي نحكيه على أكيد أنه محمد شكري معناها الخبز الحافي الشطار مجنون الورد الخيمة سوق الداخلي مسرحية السعادة وغواية الشحرورة الأبيض نعم. يعني حاجات أنه أكيد أشهرهم الخبز الحافي صحيح. ولكن أيضا هناك كتابات أخرى أكثر عنده هناك روايات أخرى هناك كتب أخرى علاش أنه سؤال يمكن معناها أكيد رأيك الشخصي فضيلة ولكن علاش أنه محمد شكري اختار أنه دائما عنده حاجة معينة تشبه في كل كتاب أو في كل نص يكتبه أو في كل رواية يكتبها ثم وجه شبه بيناتهم الكل أي هذه النقطة أعتقد أنها أساءت إلي أكثر ما خدمته وهذه القراءة هي قراءة عربية محضة لماذا يتحدث عن الجانب الجنسي أو الكبت الجنسي الموجود في هذه المجتمعات ولماذا يتحدث عن كراهيته لوالده أول شيء هذا الوالد لم يكن والدا يعني كان والدا بالغريزة ولم يكن والدا كما يجب أن تكون الأبوة لدرجة أنه حمل أخوه وخبطه للحيط فمات مات الرضيع نعم حتى أنه كتب شيئا أنا تأثرت حين قرأته حين قال في هذا الأخي صار ملاكا وأنا سأكون شيطانا هذا لا ريب فيه الصغار إذا ماتوا يصيرون ملائكة والكبار شياطين لأنه حين مات يعني لا عزاء له سوى أن أخوه أصبح ملاكا في الجنة لا عزاء له لكن هذا المنظر هل يمكن لطفل في العاشرة من عمره أن يختفي؟ لا كان جرحه عميقا جدا حكايته مع الكتابة يعني يروي الحكاية أنه قيل له مرة كان في مقهى وكان يسمع نقاشا فطلب استأذن أن يعطي رأيه فقالوا له من أنت لكي تتحدث هل أنت فلان وكان هذا الفلان يعتبر كاتبا كبيرا فقال لهم أنا سأصبح كاتبا في حكاية طموح في حكاية أخرى أيضا حين وقع الخبز الحافي مع أعتقد دار نشر هولندية فقال له هل تملك المخطوط قال له إنه جاهز المخطوط موجود فأعطاه العقد وقع العقد فيما بعد بعد توقيع العقد قال له الآن سأبدأ كتابة الفصل الأول قال له اسمع أنت احتلت علي يعني هذا احتيال قال له لا هذا وعد البربري وعد البربري وعد البربري نعم هذا نعرفوها نحن أكثر تفاصيل أنا وياك نعرفوها نحن نعرفوها بالقديم يعني وعد البربري شوف سنة 66 اكتب أول قصة قصيرة وبعثها لدار الأداب هنا إذن فهو انطلق من بيروت وأيضا حين نشر كتابه باللغة العربية فقد عاد إلى بيروت لكن قبل ذلك كان هذا النص الجريء جدا والشجاع لا يمكن حتى إطلاقه من بيروت تعرف الفترة التي حكمت فيها مثلا ليلى بعلبكي كان لهذا السبب يعني كان نوع من الوصف اليوم هذه النصوص الجريئة متوفرة حتى لدرجة السخافة يعني لم تعد جرأة لفضح مكبوتات وسيئات المجتمع بل أصبحت فقط للترويج وأشياء أخرى يعني بصراحة معناها سيرة ذاتية طويلة جدا لمحمد شكري برشا كتب برشا حاجات معينة وخسارة أنه كما قلت أنت معناها أولا ما كانش صراحة يعني ما تحصلش على الجوائز اللي كان لازم يتحصل عليها وحتى أنه بالإضافة مع الأسف أنه كتبه ورواياته نجم تكون من أحلى الأفلام السينمائية عوضا عن السيناريوهات يمكن اللي قاعدين نكتبوا فيها خاصة في السينما المغاربية بصفة عامة صحيح صحيح إن شاء الله. الرجل إذن لم يستغل ولم لم يستثمر فيه لكن أنا أدعو
القراء إلى تذكره، إلى الذهاب والبحث عن كتبه، إلى قراءته بكل اللغات. طبعا هذا ما لا شك فيه، هذا أقل تكريم. هل لدينا وقت لكي نقرأ نصا؟ مع الأسف لا. مع الأسف. مع الأسف. إذن سأقول جملة الشاعر الجزائري عبد الله الهامل: المجد لك محمد شكري. المجد لك محمد شكري. شكرا لك فضيلة فاروق للإضاءة على هذا الموضوع، خاصة أدب الأقليات. نعم. تحية إلى كل الأمازيغ. يومك سعيد. تحية إلى أمازيغ شمال أفريقيا. خلينا احنا بعد ما نشكر صديقتنا وزميلتنا العزيزة فضيلة الفاروق، مش نرجع إلى الزميلات وعد وراوية. المجد لكما. شكرا لكم مشاهدينا. رح